أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا الأعزاء، يتجدد اللقاء بكم مرة ثانية مع تجدد هذه الأشواط التي تجدد روح القوة والنشاط لدى الأخوة. ملاك هذه الهجن، ملاك هذه الشعارات. الشوط الثاني يتحرك بفئة الجعدان وشعار أبو عالية من سيطر على الشوط مبكرا مع الافتتاحية. نعم، هذا هو شعار علي بن محمود بن حبيب الرضا الذي يقدم نشوان بالمركز الأول والمركز الثاني. المركز الثاني أرى ماذا أرى أيضا من تقدم من قبل العدملي ومحمد بن عبد الله بن سعيد بالحب العامري. أما المركز الثالث خطير عليهن كلهن، خطير عليهن كلهن. القادم 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 هذا الراعبي راشد بن خلفان بن راشد بالعامري الاجتبي. الله الله على هذا المنظر، الله على هذا التنافس. يا ابو عاليه يا ابو عاليه اصمد اصمد اصمد. ولكن بالعامري بالعامري ما سوى لهم واحد اثنين. روح، وانا حذرت من هذا القعود القادم الراعبي. نعم، هذا هو راشد بن خلفان بن راشد بالعامري ابو عالي علي بن محمود بالمركز الثاني. اما المركز الثالث ياتينا العدبري محمد بن عبد الله بن سعيد بالحب. هذه الثلاثه الاسماء المتواجده عندنا في دائره الصراع على القمه 400 متر. واشوف الراعبي بدا يحلق، بدا يطير بدون اوامر بدون اي تعليمات. تذكر، نعم، ويتنفت على اليسار او على اليمين، ويوم ما عندك سبوق تموت. حي لا ولا، خبرك على الشاشه بين هات يلي يطوي الميدان طي. هذا طوى الميدان طي. نعم، وعصاف الابطه شوي. نعم، اعطاه اعطاه هديه هديه يا ابن عامري، هديه للجماهير، هديه للجماهير. والراعبي الراعبي الذي انتصر، الذي فاز، الذي تنومس بالمركز الاول. سلام سلام يا ابن عامري، سلام لراشد بن خلفان بن راشد بن عامري الاجتبي. نهنيه على فوز الراعبي بالمركز الاول في اول اشواط الفطامين الجعادين. المركز الثاني العدملي محمد بن عبد الله بن سعيد بالحب العامري. المركز الثالث العلي بن محمود بن حبيب الرضا ابو عاليه. والمركز الرابع فهناك ياتينا شاهين محمد بن راشد بن خميس بن مرخان. التوقيت الزمني 17:17. هذا هو التوقيت الزمني الذي تحقق في هذا الشوط. تهانينا والناموس يا ابن عامري على هذا الانتصار. تهانينا على فوز الراعبي بالمركز الاول، والتهنئة موصولة لكل جماهيرك ومحبينك ومتابعينك. تهانينا والناموس. اليوم عندنا تقريبا 10 أشواط، 6 أشواط من مسافة 1500 متر، و4 أشواط من مسافة 1200 للصعوب، للصعوب اللي ما اشتركن. تهانينا لكل الفائزين في هذا السباق، وما زلنا مستمرين في هذه التغطية الإعلامية، نتابع هذه الأجواء الجميلة